احمد ياسر ريان اللي بتشرف ان انا بقوم بالتعليق على مباراه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تعرف يعني ايه احمد ياسر ريان؟ لاعب وموهبه من مواهب النادي الاهلي. شوف راجع يأدي الدور الدفاعي، لاعب بيملك كل اسلحه التهديف سواء قدم اليمنى او القدم اليسرى. كل السلامه لمحمد الشناوي في الكره اللي فاتت. ادي اسلام مصطفى وادي محمد الشناوي، اصطدام عنيف، اصطدام عنيف، لكن ان شاء الله بالسلامه، ان شاء الله يقوم بالسلامه محمد الشناوي. يعني ارتطام عنيف من محمد الشناوي بارض الملعب، ان شاء الله بسيطه لمحمد الشناوي. كل السلامه لمحمد الشناوي زي ما قلت لحضراتكم، ان شاء الله لقاء الاهلي. لا مش هيقدر يكمل محمد الشناوي، بيطلب التبديل، بيطلب التبديل الجاي.